Baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark mommy shark do 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 mommy shark do 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 mommy shark do 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 mommy shark daddy shark do 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 daddy shark do 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 daddy shark do 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 daddy shark سيبوني بقى العب في الحديقه شويه واجي لكم على البيت. باي باي باي. انت مين؟ انا الساحره. هو في ساحره بشنب؟ ما انا الساحره الشنيبه. طب انت عايزه مني ايه؟ انا جايه اقوم اقدمها لك عرض النهارده. عرض ايه؟ عرض معجون السنان السحري. معجون ممكن تغسلي بيه سنانك، تغسلي بيه الحيطه، تغسلي بيه الارض. ومش بس كده، المعجون ده سحري. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان معجون بميه العفاريت. لا لا انا مش عايزه المعجون. يبقى العرض ده مرفوض. العرض التاني عرض الفيليه. فيليه؟ فيليه سمك؟ لا، فيليه الشراب. الشراب ده ممكن تلبسيه في رجلك، ممكن تلبسيه في دماغك، لو بتعملي اي حاجه غلط وشمال. لا لا مش عايزه الفيليه. يبقى العرض الثالث، وده مستحيل ترفضيه، عرض المقوار والبطاطساية. المقوار ده يقشر البطاطس ويعور اي نوع من البطاطس ويحشي اي نوع من البطاطس بكوسه ولحمه وبطاطس. الله، انا هاخد المقوار. المقوار ده يا ست هانم في كل حته بخمسين جنيه، واحنا عشان عندنا ذمه وضمير بنبيعه بخمسه وخمسين جنيه بس. ماشي، انا هاخد المقوار. المقوار جايزه الشطار. وكمان عشان خدتي المقوار تقدري تقطفي التفاحه الحمراء الجميله دي. تفاحه؟ ايوه تفاحه. ياه الله، ايه ده؟ ايه ده؟ انا دايخه. وبكده راحت الاميره في النوم، ومنه مش هتقوم حتى لو ذبحوا لها كل بط الفيوم. راحت في النوم ومش هتقوم الا لو جه حد وغنى لها اغنيه، بس المهم صوته يكون مليان حنية. وفي يوم ومن مكان بعيد جه أمير على حصان سرجه حديد، أمير شديد، اسمه الأمير عيد. أمير في بلاد غريبة، أمير غريبة، أنا شفت سنو مرمية على الأرض، وحد يقول لي إيه اللي حصل؟ حد يقول لي إيه اللي حصل؟ حد يقول لي إيه اللي حصل؟ ما خلاص، هو أنت مين؟ أنا الأمير عيد من ولاية كايروكي.